أصل كلمات الضيوف. الكلمة الآن مع الشيخ عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة ونائب رئيس البرلمان التونسي. لكم وددت أن أظفر على هذه المنصة بالعلم الوطني لموريتانيا، حتى ألتحف به وأبث أشواقي رداً لما أثقلني شعب هذا البلد من عطف ومودة منذ أن نزلت بمطار أمي وأنا تونسي. لذا أقول لأفراد هذا البلد شكراً وكل تقديري واحترامي. أحيي رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان ورئيسه وأعضاده وسائر الأحزاب، وأخص تواصل حبيت في قلبي حطيت، نداء لبيت، باقة ورد هديت. لكن قبل كل هذا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرسلتني حركة النهضة وكلفني زعيمها ورئيسها الأستاذ راشد الغنوشي بأن أحييكم وأسلم عليكم. في تونس حركة تريد شق طريقها لتتحول من خطاب فضفاض إلى معالجة واقع صعب. تريد أن تتحمل مسؤولية وطنية، تريد أن تدفع بلدها إلى الأمام، تريد أن تقدم حلولاً لمشاكل الوطن. وهذه الحركة ترقب ما يحصل في موريتانيا، تحييكم، تبارك جهدكم، وتشعر بأنكم تتطورون. وقد أرسلتني لأقتطف من ثمرات تجربتكم ما يساعدها على مواصلة المشوار. فأنتم لا محالة تصنعون عن غير مثال، وتنحتون عن غير سابق تنفيذ. أنتم تنطلقون من صفر، لأن الإسلاميين ليس في تقاليدهم التاريخية أحزاب. يدخلون نطاق الأحزاب لأول مرة ويتحدثون عن ديمقراطية لم ترى آثارها كثيرا في تاريخ المسلمين. فأنتم اليوم
تبتدعون وتبدعون وتسنون لغيركم طريقا ينتهجها. نحن نرى فيكم عزة العربي وشهامة المسلم وإباء الإفريقي، ورغبتكم في أن تنهضوا ببلدكم. جئنا لنحييكم ونسلم عليكم، وجئنا لنقول لكم إن طريق العزة والكرامة يمر عن طريق المحسسة أولاً. لا تكونوا عاطفيين، فالعاطفة تصلح في بعض الأحيان، ولكن كونوا عمليين، تعملون من أجل قضية، تبرمجون وتخططون، ويمر عملكم بالمراحل إلى أن يحقق الأهداف. واعلموا لا تصفيق، واعلموا أبنائي أن الخطوات الأولى سهلة، ولكن الوصول صعب، وأن قضياتكم مرتهنة بطول نفس وحسن تقدير وفهم وإدراك وعمل في مجموعة أبناء الوطن. لا تغادروا إخوانكم في وطنكم وإن خالفوكم، ولا تخاصموهم ولو خاصموكم، وكونوا يداً واحدةً على زمن أراد أن نتحول من عزة شامخة إلى واقع ليس دائماً حسناً، وأن تشعروا أن أموركم بأيديكم، وأن القضاء تنازل لكم حتى تقرروا فينصركم ويؤيدكم. موريتانيا تحتاج إلى شبابها، تحتاج إلى نسائها، تحتاج إلى سياسيها، تحتاج إلى علمائها، تحتاج إلى شعرائها، تحتاج إلى مفكريها، تحتاج إلى نخبتها، وهذا الحزب سيكون محضناً يحتضن الجميع ويساعد الجميع على أن يصدروا عن برنامج واحد تراعى فيه الاختلافات، ولكنه يحقق للوطن هدفاً منشوداً أن تبقى راية هذا البلد عزيزةً كريمة، وأن تحققوا لوطنكم استقلالاً متمادياً حتى يتخذ القرار من داخل بلدكم لا من خارج حدودكم. أحييكم، أشكركم، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم.